إذن مشاهدي قناة شو تبي، صباح الخير وصباح النور عليكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب السوق الأسبوعي ألف دولارات نواحي بن سليمان. شوفوا معي الخيرات تبارك الله، فكل شيء موجود، حوالا موجودين، الغنم موجودة، ولكن الثمن طالع، فالحولي أصغر حولي واصل 1600 درهم الحولي، فكين الثمن طالع بواحد الشكل كبير وكبير. نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا مع امطار الخير نرجع الثمن شيئا ما، لان هذا الثمن فثمن قاصح، فالحولي صغير ندير 1600 درهم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما أرحب بكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب الفضلات نواحي بن سليمان. فالغنم طالع الثمن ديالها بشكل كبير وكبير، أصغر حولي ندير 32 ألف ريال. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله مع امطار الخير ان شاء الله ترجع الاثمنه ديال الحولي، لان 1600 درهم قاصحة، حولي صغير يلا خصو يتربى وياكل يوصل العيد بشحال غتبيعو. نتمنوا الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، ف مرة أخرى أرحب بكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب رحبة الغنم سوق الفضلات. فشوفوا معي تبارك الله الخيرات، كل شيء موجود، أصغر حولي تلقى تقدر تلقاه بالرحبة، دير 1600 درهم وانت طالع الفوق. فنتمنوا الخير، 32 ألف ريال أصغر حولي اللي تقدر تلقاه برحبة الغنم هنا بقلب السوق الأسبوعي للفضلات. هاد الحوالة اللي كتشوفوا معايا هنايا فالثمن ديالهم 2300 درهم الحولي، 46 ألف ريال الحولي جملة. فكاين الغلا، كاين نتمناو الخير، نتمناو إن شاء الله مع أمطار الخير يرجع الثمن شيء ما، لأن هذا الثمن ثمن قاصح أو قاصح. فكيف ما كتشوفوا معايا الرحبة عامرة تبارك الله، الصورة أمامكم، هذه الأجواء داخل رحبة الغنم، فكل شيء عامر، كل شيء كيتقدى. إذن دائما صباح الخير وصباح النور لكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هذه الصبيحة صبيحة اليوم الجمعة، جمعة مباركة تدخل عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. أصغر حولي الثمن ديالو هو 1600 درهم
32 ألف ريال بقلب السوق الأسبوعي ألف دولار. إذا مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن زيمان بالضبط من قلب رحبة الغنم كيف ما كتشوفوا معايا. فأصغر حولي يدير 1600 درهم 32 ألف ريال الحولي. فنتمنوا الخير، نتمنوا مع أمطار الخير يوجد الخيرات ويطيح الثمن شويه، لان الثمن قاصح بزاف وبزاف. دائما هذه الاجواء داخل هذا الرحبه، رحبه الغنم، فالخيرات موجوده، كل شيء كيتقدى، ما الثمن طالع بشكل كبير وكبير. الصوره امامكم، هنا بقلب السوق الأسبوعي ألف دولار. فأصغر حولي وصل الثمن ديالو 32 ريال الحولي. نتمنوا الخير، نتمنوا إن شاء الله مع أمطار الخير يطيح الثمن شوية، لأن هاد الأثمنة قاصحة وقاصحة بزاف بالنسبة لهاد الحوالة اللي كتشوفوا فيهم. فهادو 46 ألف ريال كيقول مولاهم جملة قاصحة بزاف. تمنوا الخير. وأصغر حولي صرتي تقدر تلقاه فدير 32 ألف ريال، هنا بقلب رحبة الغنم ب 1000 دولارات. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة جو تي في، فما بقى لي إلا نودعكم جمعة مباركة، تدخل عليكم الصحة والسلام، وباش ما تمنيتو إن شاء الله كيف ما تبعتوا معايا هذا اللايف. أصغر حولي دير 1600 درهم، حولي صردي صغير مدير 1600. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء ونلتقي في بث مباشر آخر. وجمعة مباركة، تدخل عليكم الصحة والسلام، وباش ما تمنيتو إن شاء الله.